ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. إذن هل يسوق الجيش الأوكراني بأن هذا انتصارا له في هذه الحادثة غيث على ما يبدو، وكذلك أيضا ما ظهر فيه الجنود الروسيين وهم يرفعون الرايات البيضاء؟ تحية طيبة لك زميلي محمد. على ما يبدو بأن أوكرانيا دخلت المواجهة والعمق الروسي، وهذا الشيء الذي يؤكد من خلاله الرئيس الأوكراني بأن من جلب الحرب عليه أن يتحمل قليلا، وأن أوكرانيا هي عازمة على السيطرة على كل المقاطعة، وهو يشير هنا عن مقاطعة كورسك بالتحديد، أي أن القوات الأوكرانية في ماضية في تقدمها ماضية على السيطرة، وأنها فعلا تتقدم على حسب ما جاء من قبل أولا الإعلام الغربي والإعلام الروسي، بالإضافة إلى ما جاء من تصريحات للرئاسة الأوكرانية التي أكدت بأن القوات الأوكرانية بالفعل سيطرت اليوم بالتحديد على 40 كيلومترا عمق أراضي كوريشنيا، وهي بلدة تقع في مقاطعة كورسك. بالإضافة إلى ذلك، اليوم أيضا أعلن الجيش الأوكراني بأنه قام بأسر ما لا يقل عن 70 إلى 80 جنديا، وهو يختتم اليوم الثالث بعد هذه المواجهات وهذا الغزو الذي اعتبرته الكثير من الصحف الغربية بأنه أول غزو من جيش منتظم يدخل الأراضي الروسية بعد الحرب العالمية الثانية. أصبح عدد المقاتلين الذين تم أسرهم من قبل القوات الأوكرانية هي 200 شخص، تم نقلهم جميعا إلى الأراضي الأوكرانية، حيث بث التلفزيون الأوكراني عملية دخولهم إلى المعتقل وعملية تسليمهم وإجراءات تفتيشهم ومراقبتهم من قبل الصليب الأحمر الدولي. بالإضافة إلى ذلك، الآن تدور المعارك بالقرب من المفاعل النووي، وهو مفاعل نووي كورسك الذي هو ليس بالبعيد عن تلك المعارك إلا 30 كيلومترا على حسب ما جاء من قبل الإعلام الأوكراني والإعلام الروسي الذي أيضا ما يؤكد ما يتم نقله من قبل الإعلام الأوكراني. وآخرها، وهي سيطرة القوات الأوكرانية بالتأكيد على كل مدينة سوتشا، والآن تدور المعارك شمالي بلدة سوتشا أو مدينة سوتشا، وهي تعتبر أيضا من أهم البلدات في مقاطعة كورسك، وأن الخطوة القادمة أما هو التوجه نحو مركز مدينة كورسك، أما هو إعلان السيطرة الكاملة بعد أن قامت القوات الأوكرانية اليوم ببناء تحصينات دفاعية داخل الأراضي الروسية. ربما سوف تكون ورقة ضغط محمد، أو ربما لأوكرانيا رأي آخر بعد أن قامت مجموعة من الصحف الأوكرانية بتبني رواية لم تتبناها الجهات الحكومية ونفتها الجهات الحكومية عن وثيقة سربت بأن مقاطعة سومي تطالب بأراضي سوتشا ومقاطعة كورسك جزء لا يتجزأ من سومي، وأنها تعود تاريخيا، إلا وأن عاودت مقاطعة سومي بإعلانها بأن هذه الوثيقة مزورة ولم يتم إدراجها في ملف الجدول الأعمال القادمة لإدارة سومي. نعم، الزميل العزيز غيث مناف كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك.